السلام عليكم متسبعين، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت بغيت نشارك معكم حرشه بلديه، غتشاركها معكم الام ديالي. حرشه بلديه بالدقيق ديال القمح اللي كتجي غزاله وصحيه كيف غتشوفوا معنا ان شاء الله. المهم كيف كتشوفوا هنايا الام ديالي غير بلات الدقيق، بالنسبه للدقيق شويه مسمد يعني ما رطبش كيف كتشوفوا الصوره. ما غد دير فيه لا سميده لا حتى شي حاجه، فقط بالدقيق ديال القمح، والصراحه كتجي غزاله وصحيه كي قلت لكم. المهم هنا غربلت وهنا عندها كتعبر، هنا عندها جميله، وهنا عندها في واحد القصعه او اناء المهم فين غتخلطوا عندها ضفت الماء. بالنسبه للماء يعني عادي، ما مروا بيني او المهم عادي ما دافيش، وغادي تزيد عليه الملحه، الملحه على حسب الذوق، وغادي دير هنا واحد الخميره ديال الحلويات، الوزن تاعها ديال 8 غرام خميره كلها، وهنا عند هذا الكاس هذا ديال زيت، زيت الزيتون كيف شفتوا راه ما كاينش كاع زيت المائده، فقط زيت الزيتون. كي قلت لكم حرشه اللي غزاله وصحيه صراحه كتجي غزاله. المهم هنا يكون عندها واحد كاس ديال العلبه ونص ديال زيت الزيتون، غادي تزيدهم على داك الماء والملحه والخميره اللي ضافت. ودابا غادي تجيب الدقيق ديال القمح او دقيق على حسب الحرشه كيف شفتوا، وغادي تحرك. كي سبق لي قلت لكم فقط الدقيق ديال القمح، ما دايراش كاع خوتاتي السميده او شي حاجه، فقط بالدقيق ديال القمح، والصراحه راه كتجي غزاله كيف غتشوفوا معنا ان شاء الله. صافي راه هي كتحرك كيف شفتوا، غادي تحاول تجمع الحرشه هذه وكتجي فتيه. المهم بحال هكا راه القياس اللي دارتو، هذاك هو القياس خواتاتي، ما غتزيد لا ما لا حتى شي حاجه تما كيف شفتوا، هو القياس اللي وضعت فيها. دابا من بعد ما جمعت الحريشه كيف كتشوفوا غادي تقسمها النصفين، غادي دير جوج حريشيات صغار المهم قسماتها كيف كتشوفوا. وهنا في واحد اناء او المهم اللي كان عندكم دايره فيه شويه ديال السميده، السميده ديال القمح انتما كيف شفتوا، نقرب لكم. المهم السميده ديال القمح فقط فين غادي تقرص هاد الحريشات، هانتوما كيف كتشوفوا خواتاتي. المهم الطريقه راه سهله وبسيطه، وصراحه كتجي رائعه هاد الحريشيات هذه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا حريشه ديال القمح الصراحه احسن واحسن، كتجي من السميده العاديه، اهم حاجه انها صحيه يعني صحيه، و وكتجي صراحه فتيه غزاله، كتجي مفروقه يعني فراق مع الحرشه ديال السميده. المهم تشوفوا راه قرصاتها، ودابا كتحاول انها تعوضها. المهم خواتاتي اللي كيشوف هذه القناه اول مره، ما عليه غير بالاشتراك فيها والضغط على زر الجرس باش يوصلو كل جديد. ما تنساو ليش واحد اللايك على الفيديو كتشجيع ليا، خليو لي الاراء ديالكم في كومونتير. ودابا كيف شفتو بعد ما قرصت الحرشه دارتها في واحد الرماي، وعاد غادي تزيد تمسلها يعني تما تزيد تعوضها. ثم كيف كتشوفوا كي سبق لي وقلت لكم راه السميده ما دايرهاش كاع سوى انها قرصاتها في السميده ديال القمح،
بالنسبه للحرشه فقط بالدقيق ديال القمح، ما فيهاش كاع السميد. المهم دابا غتقرصها وغتمشي باش ديرها في المقله باش غادي تطيب. المهم هانتوما معانا خواتاتي في الفيديو. هنايا من بعد ما جددت الحرشات كتشوفوا على واحد المقله دهنتها شويه من القليل ديال زيت نباتيه، المهم كدهنوها بحال هكا. وهذه الحرشه غادي توضعها في المقلاه تما كي كتشوفوا، غادي تحاول انها تمشيها على المقلاه كلها يعني بحال هكا، تحاول انها تعوضها. المهم طريقه خواتاتي راه ساهله وبسيطه، وغادي ديرها على النار. دابا من بعد ما وضعتها على النار كدير فيها ثقوب بواحد قطيب ديال الشواء ولا اللي كان عندكم باش ما تنفخ، من فقط ثقوب بحال هكا. وغادي تبقى حتى تحمر الحرشه من التحت، وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش نقلبوا الحرشه نتاعنا. دابا من بعد ما طابت من الحرشه من التحت كيف كتشوفوا راها قلباتها، المهم هي طايبه كيف شفتوا معايا الصوره. دابا غادي تدهن المقلاه كيف العاده بالزيت، وغادي ترد الحرشه باش تطيب على وجهها. كي قلت لكم خواتاتي راه دهنت المقلاه بالزيت، تولي دير حرشه على وجهها تولي تطيب. المهم غادي تولي تردها للنار. من بعد ما طابت الحرشه كيف كتشوفوا راها طابت على وجهها، راها طايبه تماما كيف كتشوفوا معي، محمره غزاله. المهم غادي تستمر بنفس الطريقه في الحرشه اللي بقات، راه دارتها في المقلاه بنفس الطريقه ديال الحرشه الاولى، غادي تطيب الثانيه. كي قلت لكم بنفس الطريقه كي طيبت الحرشه الاولى غادي تطيب الحرشه الثانيه. هي دارتها في المقلاه، دهنت المقلاه القليل من الزيت نباتيه، درت لها ثقوب كيف كتشوفوا ضروري باش ما تنفخش لكم، وصافي غادي تخليها تطيب حتى تحمر من التحت وتولي تقلبها على وجهها تتحمر، ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما طابت الحرشه كيف كتشوفوا الحريشات راهم طايبين محمرين، صراحه كيجيو رائعين كيف شفتوا الطريقه ديال الام ديالي، صراحه طريقه غزاله وصحيا كي قلت لكم. وهذه الحرشه الثانيه، جوج ديال الحرشات حتى الثانيه محمره بنفس الطريقه، صراحه جو رائع كيف كتشوفوا خواتاتي، وصحيا اهم حاجه انهم صحيين، يعني الدقيق ديال القمح صراحه كيجيو غزالين. غادي نقطع معاكم باش تشوفوا من الداخل كيف جات الحرشه ديالنا من الداخل. بسم الله كيجيو فتيين. وانتم كيف كتشوفوا صراحه فتيه من الداخل وغزاله، هانتوما غير بالدقيق ديال القمح يعني ما فيهاش سميده نهائيا. المهم فتيه كي قلت لكم وصحيه الصراحه كيجيو رائع. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم الطريقه ديال الام ديالي ديال الحرشه بلديه بالدقيق ديال القمح، صراحه غزاله. المهم خوتي خواتاتي اللي كيشوف هذه القناه اول مره، ما عليه غير الاشتراك فيها والضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد كنلوحو. ما تنساوش حد اللايك على الفيديو كتشجيع ليا، وخليو لي الاراء ديالكم في كومونتير. ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم الى عجبكم الفيديو، وشجعوا لي الام ديالي على هذا الفيديو هذا يكون اكبر عدد من لي لايك على هذا الفيديو. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم، وهذه هي الحرشه والفيديو ديالي. ودابا غنقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.